حكاية النزوح مغموسة بالوجع والتشبث بأمل العودة. لا شيء يضاهي عدد النازحات في مأرب سوى هذا الزخم النسائي المهيب، حيث احتلت المرأة اليمنية المرتبة الأولى من حجم المآسي والآلام. فلا يختلف اثنان على أنها أكثر من مسها عظيم الضرر كانت أماً أو أختاً أو زوجة. لما تلاقيها المرأة النازحة من الظروف والضغوطات الصعبة، ضغوط نفسية، ضغوط اجتماعية، ضغوط الفقر، يعني أشياء كثيرة. تاركت من صديقاتي وأخذوا مدرستي، وكان مدرستي أتعلم فيها، وفارقت معلماتي وصديقاتي. ينعقد هذا المؤتمر بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ويسعى القائمون عليه إلى إبراز حجم المعاناة التي طالت كل امرأة يمنية ذاقت مرارة النزوح في ظل الانقلاب. ما لحق المرأة من أسى تعجز المؤتمرات عن التعبير عنه بقدر ما تجسده جفون دامعة وتوسلات حزينة. نحن نسعى من خلال هذا المؤتمر أن نلقي الضوء على المعاناة التي تعيشها المرأة النازحة في ظل الظروف الصعبة المعيشية. لعل صورة تغير واقعا، ولعل خبرا يرسم بسمة في جغرافية اليمن، قدمت المرأة تضحيات كبيرة من الصعوبة بمكان تجاهل ذلك الدور. واليوم يختتم المؤتمر أعماله على أمل أن تتجاوب المنظمات الدولية والإغاثية لهذه المعاناة، بعد أن ظهر جليا وقوف تلك المنظمات كما أكدنا النازحات في صف الجلاد للضحية، كما طالبنا الحكومة بتحمل المسؤولية والعمل على تخفيف المعاناة. زخم يجسد ألم الحاضر وغموض المستقبل، ومع هذا لابد من الصبر. هذا ما قالته النازحات في مدينة مأرب في مؤتمرهن الأول. خليل الطويل، قناة بلقيس.